أنا بتقليص عدد الأجانب إلى لاعبين، تتفق مع أبو سلطان ولا لا؟ المفروض أن يكون أربعة، واللي يقدر على الأربعة أوكي، واللي ما يقدر عادي يتحمل. والله يشوف التقليص الأجانب، لو جينا لو نقول أربعة، الأندية حتجيب أربعة، حتجيب أربعة وحط يمكن ثلاثة يكونون في الاحتياط، ولكن أنا مع الأربعة. ليش؟ أنا أنظر للمنافسة الآسيوية، نظلم الفريق الفرق اللي تمثل الكرة السعودية في بطولة آسيا، وهو يطلع بفريق بلاعبين أجانب وبقية فرق آسيا معها أربعة، يعني وأحيانا معها أكثر بأساليب أخرى، ولكن أنا أقول بيظلم الفريق اللي يمثل الكرة السعودية في البطولة الآسيوية عندما نقلص عدد الأجانب. طيب تتفق، احنا متعطشين للبطولة الآسيوية، صحيح، المفروض ندعم الفرق فما نقلص، فنشوف طرق أخرى لدعم الفرق اللي تمثل آسيويين، إذا قلصنا فاحنا قصصنا أجانب. اسمح لي أخوي فهد. طيب بس بشكل سريع أبو سلطان لو سمحت. أخوي عبد العزيز، أنا اللي أقصده إنه أنت باللعيبة الأجانب الأربعة ما بتحقق شيء، وأنديتك ما بتجيب لعيبة مميزين. يعني يمكن نادي أو ناديين في الأربعة عشر نادي، وعندك بصراحة هم كبير إنه ما عندك صاروا لاعبين هدافين، هذه المشكلة. يعني أنت بالأربعة الأجانب ما بتحقق آسيا، هذا جانب. الجانب الثاني، الأربعة الأجانب لو عملت نسبة وتناسب أو نسبة مئوية، حتجد كم كبير منهم جالس احتياط وبيكلفك ملايين. الآن الأندية السعودية بتشتكي من إيه؟ أكثر جانب، ودخولنا في موضوع الفيفا وحسم النقاط والتهديد بالهبوط وإلى آخره، بسبب إيه؟ بسبب المصاريف على اللاعبين الأجانب في أندية إيراداتها ما عندها إيرادات أصلا أو محدودة. فهذه مشكلة، مشكلة أكبر من مثلا أنه نروح لآسيا. إحنا رحنا لآسيا ما حققنا أي شيء، وبالتالي أنديتنا مديونة، وغير كذا محرومين من لعيبتنا أبناء البلد اللي هم طيب مميزين، وبنشاهدهم في الأندية الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وما يلقوا الفرصة. طيب وضحت.